الجمعة وقبل نهاية الأسبوع حطت الطائرة للتو بعد ما اعتبرناه أسبوعا هاما جدا بالنسبة لنا ولأوكرانيا وأيضا للسلامة النووية. قبل أن أجيب على أسئلتكم سأعطيكم لمحة سريعة عن كيفية تقييمنا للحالة والوضع والمنشأة هناك من أجل أن أصور الوضع بالنسبة لكم ولكي تتمكنوا من فهم تقييمنا للأمور التي نراها بطريقة يجب أن نفهمها. إذن كما تعرفون نحن ذهبنا ذلك إلى هناك مع 14 عضوا في الفريق الذي ذهب وأنا ذهبت معهم من فريق السلامة والأمن وفريق الضمانات وطبعا الممثلين الآخرين عن الفريق الذين أتوا معي وترون بعضهم هنا وستة منهم بقوا هناك. كما تعرفون ما قمت به هناك كان مرحلة أولية أو زيارة أولية لبضع ساعات خلالها قمت بالأمور الكثيرة وستسألوني عنها طبعا إذن لن أبدي بكل شيء الآن وأيضا وبعد ذلك ستة من خبرائنا بقوا هناك وهم سيتابعون العمل الذي بدأناه البارحة وبعد ذلك وكما سبق وأشرت إليها في كييف وبعد الزيارة والتفتيش في زابوريجيا أو الرحلة بكاملها أو الزيارة بكاملها نحن سنحضر في الموقع بشكل دائم مستمر من أجل أن نكمل العمل هناك. ولكن منذ بداية هذه الحالة لطالما كنت أحاول وأصف ما يجري وأثر ذلك على سلامة المنشأة وأمنها من خلال الركائز المختلفة التي من خلالها نحاول معالجة الأمور وهذه الأمور تنطبق على كل مفاعل أو على أي منشأة نووية حول العالم. إذن ما أحاول وصفه هنا بطريقة مبسطة بالألوان الأحمر والأصفر حيال هذا المخطط البياني وما تمثله الألوان. طبعا هناك أمور تقنية جدا فيما يتعلق بكيفية تقييمنا للحالة هناك إذن لن أدخل في التفاصيل ولكن بشكل عام وقبل الإجابة على أسئلتكم أولا هناك السلامة الحقيقية للمنشآت بحد ذاتها أو المادية باللون الأحمر. لماذا؟ لأننا كنا نرى بعض الأنشطة العسكرية حول المنشأة وأنا بنفسي تمكنت من رؤية ذلك والفريق رأى ذلك فيما يتعلق بالأثر على المنشأة. أتحدث عن قصف المباني في الجوار. هذا يعني أن السلامة المادية للمنشأة انتهكت ليس مرة ولكن مرات عدة وهذا أمر يعتبر انتهاكا لحتى القوى وهذا أمر غير مقبول به من منظار السلامة والأمن. فيما يتعلق بالركيزة الثانية أمن وسلامة الأنظمة التي يجب أن تكون شغالة بالكامل باللون الأصفر. لماذا؟ لأن أغلبية هذه الأنظمة تعمل بشكل جيد من دون أي اضطراب. هذا فيما يتعلق بالكابلات أو ببعض طرق التوصيل وبعض
الأنظمة التي ليست مركبة 100% في الموقع. اللون ليس بالأحمر، هذا يعني أن النشاط يستكمل. فيما يتعلق بالظروف التشغيلية لمن يعمل هناك لطاقم العمل، الآن هذا أو هذه النقطة تثير القلق، لأن الحالة والوضع في زابوريجيا، هناك هذه الحالة الاستثنائية مع المنشأة النووية الأوكرانية المسيطر عليها من قبل القوى الروسية المحتلة. من أجل ذلك نعتبر أن هذه الحالة استثنائية. وفيما يتعلق أيضا بمن يعمل هناك ومن يشغل المنشأة من الناحية المهنية ومن ناحية الخبراء أيضا، مع هذا التواجد للقوات الروسية وأيضا للخبراء الروس، لم نضع اللون الأحمر على كل الدائرة. هذا يعني أن المنشأة لا تزال شغالة من الناحية المهنية، وهناك هذا العمل الذي يستكمل إذن من الناحية المهنية. والمنشأة بكل تأكيد وبكل وضوح كانت تعمل وكانت تشغل ولا تزال تشغل وحدتين، بما يشمل الوحدة رقم 5 التي كانت سبق وضربت منذ 5 أيام والآن عادت للعمل. إذن بما يتعلق بالظروف المادية للمنشأة، هناك التشغيل الذي لا يستمر أو لا يزال مستمرا. وعلاوة على ذلك كان هناك هذا القلق المتعلق بالتغذية بالطاقة، بتغذية المنشأة، لأنه من دون هذا الإمداد بالطاقة الخارجي إن نظام التبريد لا يعمل، وفي حال تعطل نظام التبريد هناك حادثة كارثية قد تحصل. وفي مرات عدة رأينا ولاحظنا بعض الظلام أو انقطاع التيار الكهربائي أو بعض الاضطرابات في التغذية الكهربائية التي تأتي من خارج المنشأة. الآن هناك وحدتان شغالتان، وما نعرفه هو أن الوضع المتعلق بانقطاع الكهرباء، هناك المولدات التي تعمل. ذهبت إلى ذلك، أجرينا الزيارة وأنا رأيت هذا الجزء وتحدثت مع المسؤولين عنه. من الناحية اللوجستية وسلاسل الإمداد والتوريد، من المهم التركيز على ذلك بالتفكير بالاستبدال بقطع الغيار، لأننا نفكر بزابوريجيا بهذه المنشأة النووية الكبيرة، ولكن أيضا منشأة صناعية، وأي منشأة صناعية هي بحاجة لقطع غيار لتصليح بعض القطع إلى آخره. وبنظري إلى هذه الحالة الاستثنائية حول العالم من ناحية أيضا اللوجستيات، هناك اضطرابات في السلاسل، وكنا نتحدث عن ذلك مع الأشخاص المتواجدين هناك. ومع ما فهمناه منه ليس هناك هذه المشاكل الكبيرة، هناك بعض الاضطرابات، بالتالي إن تقييمنا كان إيجابيا نسبيا. ماذا عن الاستجابة في حالة الطوارئ؟ كان لدينا بعض الاضطرابات التي رأيناها في هذه الحالة، ولكن بالمجمل هناك الأنظمة التي لا تزال شغالة. إذن بالنسبة لنا هناك مزيج بين التقييمات. فيما يتعلق بالتواصل الموثوق به، هناك هذه الوظيفة التي لا تزال شغالة هناك. إذن هذا يعطيكم لمحة عامة عن الحالة التي رأيناها هناك، ونحن لا نود أن نسخف بهذه الأوضاع، لأننا نظن أن الوضع معقد للغاية ويطرح تحديات كبيرة، وهذا سيتطلب منا دعما مستمرا، مراقبة مستمرة، ونحن نحاول أن نعطي الدعم الآن بعد هذه الزيارة وبعد هذه اللمحة الموجزة. أفتح المجال لأسئلتكم.
أولا، ما الذي اكتشفتموه الآن، أمر لم تكونوا على علم به من قبل؟ وتحدثتم عن حضور الوكالة الدورية للطاقة الذرية، تحدثتم عن 6 أشخاص بقوا هناك، وماذا عن هذا الحضور المتواصل للوكالة؟ من سيبقى هناك، سيبقى حتى نهاية الحرب أو ما بعد ذلك أو ماذا؟ أبدأ بالجزء الأبسط أو الأسهل. إذن نعم، سنتواجد هناك بشكل مستمر. الآن نهاية الحرب، نحن نأمل أن نرى نهاية الحرب، ولكن متى سيكون ذلك لا نعرف، ولكن من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة للوكالة أن تكون حاضرة هناك بشكل مستمر ودائم. وهذا يعود بي إلى الشق الأول من السؤال، ماذا اكتشفتم الآن، أمر لم تكونوا على علم به؟ عرفنا الكثير، ولكن الآن نحن ذهبنا للتفتيش، وهناك فرق بين التواجد ذلك وعدم التواجد ذلك. هذا الفرق هو كالفرق بين الليل والنهار. إذن كان لدينا بعض المعلومات بما يشمل البيانات التي أخذناها عن بعد، ولكن فيما يتعلق بالأمور الكثيرة الهامة من الصعب كان البت بها، ولكن الآن رأيت، وأيضا الفريق التقني والخبراء التقنيون رأوا، وكان بإمكاننا أن نقيم مدى خطورة الأمر وما هي الأسئلة التشغيلية، ماذا عن التفتيش في الضمانات. إذن الآن عرفنا المزيد ونتعلم المزيد الآن ونحن نتحدث حتى. كان هذا مشاهدينا الجانب الأبرز من المؤتمر الصحفي الذي لا يزال يعقده المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في العاصمة فيينا، مقر الوكالة الدولية، إثر عودة فريق الوكالة للتفتيش من زاباروجيا، المحطة النووية الشهيرة في أوكرانيا. زارها فريق من 14 مراقبا أو مفتشا كما ذكر غروسي. بقي منهم هناك 6 مراقبين وعاد البقية إلى فيينا، وستستمر أشغال المراقبة والتفقد هذه. من أبرز ما أتى على ذكره غروسي وأن هناك أنشطة عسكرية في محيط هذه المنشأة النووية المهمة، وهناك مبان مهدمة واستهداف. الأمر مستقر لكنه خطير كما قال، وطالما الكهرباء يصل أو التغذية بالكهرباء تصل إلى هذه المحطة النووية فالأمور تحت السيطرة. الكارثة تتوقع حينما ينقطع التيار الكهربائي التي يأتيها من خارج هذه المنشأة النووية، أيضا سلاسل توريد قطع الغيار فيها اضطرابات كما ذكر، لكن الأمر تحت السيطرة الآن. ككل منشأة صناعية هناك قطع غيار تحتاج إلى تغيير. قال أيضا أن السلامة والأمن والضمانات هي أهم ما يشغل فريق المراقبة، وأن المخاوف، كل المخاوف من أن لا تستمر الظروف التشغيلية على ما هي عليه.